تحية مال مسلسل الكتيبة. بجد ان كثير من الاسر المصرية بتلتف حول الشاشة لمشاهدة المسلسل ونشوف تضحيات قواتنا المسلحة والجيش المصري اللي كانت في سيناء. عايز تغير رأيك محدش يلومك، تحتاج تصمد لأطول فترة ممكنة عشان مش هيبقى معك سلاح. كتيبة 101 السنة دي برضو المسلسل ده عامل إقبال كويس، وأعتقد أن الناس كتير متابعاه، وبيجسد الحاجات اللي دور القوات المسلحة بتبينها ودور القوات المسلحة في اللي بيحصل. يعني في من المسلسلات اللي واحد تابعها مسلسل الإمام للفنان خالد النبوي، هو برضو بيجسد شخصيات يعني أتمنى الناس كلها تتابعها وتتابع عن الحاجات اللي يعني المسلسلات دلوقتي بتعلي من فكر للناس وللبيوت. أنا أوان اللقاء يا مصر. إنه سيف أمير المؤمنين. علينا أن ندون العلم بحرص حتى إذا توقفت القلوب بقيت السطور. مسلسل كتيبة 101 مسلسل كويس بفيد البلد، معرفنا بالأبطال. مسلسل الإمام الشافعي برضه كويس، انتبهت في كام حلقة كده، مسلسل محترم ومسلسل كويس. وينصركم على مين يعاديكم يا رب؟ هرجع من غير ولا خدش.